السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يسعد لي اوقاتكم يا رب حبايب قلبي. ان شاء الله بتمنى دائما انه تكونوا بخير. اليوم ان شاء الله رح نعمل مع بعض حلا فرنسي اسمه ايل فلوتونت، او ما يعرف به الجزيرة العائمة. طبعا هو هيك شوي اسمه مهضوم، بس ان شاء الله رح تشوفوا كيف رح نعمله. هو اسمه مهضوم وشكله مهضوم وطعمته كتير طيبة. وهلا رح نروح مع بعض على المقادير. هلا اول شي بدنا خفاقة كهرباء او خفاقة عادية او تبع العجان بمشي الحال، وبدي 4 بياض بيض، وبدي 30 جرام سكر او 3 معالق كبيرة، وبدي رشة ملح. وهلا منجيب بياض البيض، حطينا الملح هو بس هيك رشة يعني خفيفة كتير. وهلا رح اورجيكم طريقة الخفق. في نقطة كتير مهمة، ما بتبلشوا تخفقوا بشكل سريع، ما بتشغلوا الآلة الخفق على آخر سرعة، بتبلشوا هيك على الخفيف، بنحطها وبنبلش بهالطريقة هاي. هاي هيك بسرعة بيمشي الحال، يعني بسرعة بتشتغل. شايفين كيف الرغوة؟ بس تطلع رغوة بنبلش بنعملها هيك، بلا شوف شلون اخواني عم حركها. وهلا بنبلش شوف شلون طلعت رغوه، وهلا بنبلش نعمل نزيد السرعه، سرعه الخفق بهذا الشكل. زدنا السرعه اكثر اخواني، شايفين كيف؟ هون بنحط السكر، بسم الله، شوفوا امتى بنحط السكر لما تبلش تصير رغوة، أسرعنا أكتر. شوفوا كيف إخواني، ما أخذت معي دقيقة كاملة. اللي ما بيعرف يخفق بالطريقة اللي أنا عملتها، إذا ما بتعملوا هاي الحركة وبتعملوا هيك وبتبلشوا بشكل تدريجي تعلوا السرعة، بدها تاخد معكم ربع ساعة. بأكد لكم هالشي، مو أقل من ربع ساعة رح تاخد معكم. شوفوا أخذت معي دقيقة واحدة بس، هاي الفرق بين الخفق الصح والخفق الغلط. وهلأ بنروح على المرحلة إن شاء الله اللي بعد هاي. وهلأ شوفوا إخواني شو بنعمل، بنمسك هاي ونحط ونعبيها هيك. طبعا احنا هلا بدنا نطبخ بياض البيض، هاي الرغوة يعني رغوة البيض اللي عملناها، هلا هي بدنا نطبخها. هلا في طريقتين للطبخ، الطريقة اللي هلا رح اشتغل فيها اللي هي بدها مايكروويف، والطريقة التانية بدها فرن، بدها حليب وفرن. هي ان شاء الله بعملها فيديو تاني. مبدئيا هي الطريقة اللي رح اشتغل فيها. في نقطة مهمة انه بس تحطوها بالكاسة بدكم تكبسوها هيك، شوفوا شلون، شايفين كيف كنت تكسوها هيك، لأن رح تنفش. هلا بدي احطها بالمايكروويف من 10 ثواني ل 15 ثانية، مو أكثر من هيك، وتكون درجة الحرارة ما تكون عالية، على درجة حرارة وسط. يعني إذا مايكروويف عندك في من 400 600 كذا، حطوه على 600 مثلا، لا تحطوه على 800 أو 900 أو 1000. مثل ما لكم شايفين طلعته، بعد أخذ معي 15 ثانية بالمايكروويف، هو بينتفخ شوي وبرجع بخفس هيك بكون استوى. بنعملها هيك ومن نزلها، نزلت تتحرك معكم بسهولة لأنه هي استويت. وهلا حبايبي أنا عملتهم كلياتهم، بس أنا رح أحط لكم هدول الموديل. أنا جبت كريم أونجليز مثل ما أنكم شايفين، الكريم أونجليز أنا حاط لكم بأسفل الفيديو بصندوق الوصف، حاط لكم رابط كيف تعملوا كريم أونجليز. هلا بسم الله بناخد الجزيرة وبنحطها بهالطريقة هاي، شوفوا كيف. طبعا هي مستوية فبصير معنا بهالطريقة هاي. هلا في ناس تحط كراميل، في ناس بتحط فستق، في ناس بتحط لوز، هاي على حسب انتو الرغبة. انا رح زيلكن اياها على حسب شو موجود عندي ان شاء الله، وبرجع بورجيكم كيف رح تصير. وحبايبي هلا خلصنا من الزينة، شوفوا شلون صار بشكل نهائي هيك بهالطريقة هاي، بتقدموها بهالطريقة هاي، بتحطوها للضيوف او الكم للجميع. حلا طيب كتير سهل، ما بده شغل كتير، وبهالطريقة هاي بتصير. طبعا في ناس تحط كراميل بالزبدة، ان شاء الله رح اورجيكم كيف تعملوا كراميل بالزبدة المالحة للحلويات. بتمنى انه يكون الفيديو عجبكم، شاركوا القناة
وحطوا لايك على الفيديو إذا عجبكم، وانتبهوا على حالكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.